نرجع إذا في مصابيحنا الصينية إلى مصابيح وردية اللون تتدلى من أشجار حديقة مدينة طوكيو في اليابان لتضيء لنا المكان بصورة ساحرة وباعثة على السعادة قبل أيام على بدء العام الجديد 2018. تكون بديلة عن أشجار الكرز اللي طبعا أكيد تشتهر فيها هذه المنطقة في فصل الربيع. طبعا نشر أكثر من 420 ألف من مصابيح الصمام الثنائي الباعث للضوء أو ما يعرف بالليد، والغريب في الأمر أنها تستمد طاقتها من زيوت طهي مستخدمة جرى جمعها من المطاعم وسكان الأحياء المجاورة، فيما يعد عملا صديقا للبيئة. فكرة جميلة. يحتفل أيضا المشروع الذي يحمل اسم الإضاءة للجميع بعامه السابع منذ انطلاقه عام 2011. طبعا يقول المنظمون أن الفكرة تبلورت عندما كانت اليابان تعاني من نقص في مصادر الكهرباء بسبب وقوع الزلزال اللي وقع في مارس 2011. رب ضارة نافعة. طبعا يجمع المشروع كل عام نحو 5400 لتر من زيوت الطهي التي يستخدمها 12 مطعم ومنزل، أعتقد يمكن العدد أكبر. وطبقا لتقدير حكومي ياباني يجري استهلاك قرابة 45 مليون طن من زيوت الطهي في طوكيو، منها 9 ملايين تستهلكها المنازل و36 تستخدمها المطاعم. من كان يتخيل يعني مثل هذه الأفكار، يعني شيء بسيط ومتوفر يستخدمونه للطاقة، يعني شيء فعلا جميل. وفعلا يعني بس مثل ما مساع يعني قلنا شغلة اللي هي صديقة للبيئة، نعم، نفس الوقت استغلال شيء ضرهم بالضبط إلى تحويله إلى منفعة. بالضبط.